بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 81 بعد 182. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات. تقول المرسلة هاسين ألف: أختنا عرضنا جزءا كبيرا من أسئلتها في حلقة مضت، وبقي لها في هذه الحلقة سؤال واحد، وهو: إن من مات وهو صغير فهو في كفالة إبراهيم عليه السلام، هكذا أحفظ، ما معنى فهو في كفالة إبراهيم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولاد المسلمين إذا ماتوا صغارا دون بلوغ الحلم يقال لهم الأفراط، يشفعون لآبائهم عند الله سبحانه وتعالى. والفرط معناه السابق، فرط عند العرب هو الذي يسبق إلى الماء، إلى مورد الماء، فهؤلاء سموا أفراطا لأنهم سبقوا آبائهم إلى رحمة الله عز وجل وإلى الجنة. هذا في أولاد المسلمين. وقد جاء في الأحاديث بيان الفضل الكبير لمن مات له أولاد صغار وصبر واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وأما أنهم في كفالة إبراهيم فهذا لا أعرفه، ولكن في الدعاء الذي ورد أنه إذا صلي على الفرط يقال من جملة الدعاء: واجعله في كفالة إبراهيم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع إبراهيم أبو حامد يسأل سؤالين. في سؤاله الأول يقول: ما هو الراجح من أقوال العلماء في الغني الشاكر والفقير الصابر، أيهما أفضل؟ هذا والله أعلم، كما قال الإمام ابن القيم وشيخ وشيخ الإسلام ابن تيمية، أن أفضلهما أتقاهما لربه. أفضلهما أتقاهما لربه، قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جزاكم الله خيرا. ما هي الأسباب المعينة على أداء الصلاة جماعة في المسجد، لا سيما وقت العصر والفجر؟ الأسباب المعينة أولها النية والعزم والخوف من الله عز وجل، هذا هو أعظم الأسباب. إذا خاف المسلم من ربه وعزم على حضور الصلاة مع الجماعة ورغب فيما عند الله من الثواب في صلاة الجماعة، فإن هذا أعظم ما يعينه على حضور صلاة الجماعة في العصر وفي الفجر وفي غيرهما من الفرائض. وكذلك من الأسباب أن الإنسان يحرص ولا ينشغل عن حضور الصلوات مع الجماعة بشاغل مهما كان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال تعالى في صفة المؤمنين الذين يعمرون المساجد: قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالإنسان يفرغ نفسه للصلاة مع الجماعة إذا جاء وقتها، ولا يشتغل عنها بوظيفة ولا ببيع وشراء ولا بتجارة ولا بزراعة ولا بغير ذلك من الشواغل. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من جنا في جمهورية مصر العربية. المستمع سيد أحمد محمود بعث برسالة يقول: لدي منزل وهو فائض عن حاجتي، وتسكن به أختي منذ 20 سنة، ولديها أولاد كبار، وقدمت على أن أهدم المنزل لكي أبنيه من جديد، لكن والدتي رفضت وقالت: إذا فعلت هذا فلن أسكن معك، ويبدو أنها ترغب أن تسكن به أختي. ما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ هل أقدم على ذلك الأمر أم أنتهي رضاء لوالدتي ولكي تبقى أختي وأولادها في ذلك البيت، ولا سيما وأنه فائض عن حاجتي كما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. نوصيك بعدم العجلة والتأخر في هذا الأمر لأجل إرضاء والدتك ولأجل حاجة أختك وأولادك. هذه صلة رحم ورضا لوالدتك، وأنت على أجر إن شاء الله، لا سيما وأنت لست محتاجا إلى هذا البيت وهو فائض عن حاجتك كما تقول. فالأفضل والأولى أن لا تستعجل، وأن تنتظر حتى يحصل القناعة من والدتك ومن أختك وأولادها في التخلي عن هذا البيت. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: فايا مصرية جنسية تسأل وتقول: زوجة عاملة وراتبها أعلى من راتب زوجها، ويصرف لها أيضا بدل سكن، وكانت تنفق على أولادها بحجة أن لديها مالا أكثر من زوجها، فكان ما يتبقى من مالها تدخره، وكان الزوج يصرف على الأولاد في نطاق ضيق، فهل يحق للزوج معرفته بما تدخره وقد توفي زوجها؟ فهل عليها إثم؟ وماذا عليها أن تفعل؟ جزاكم الله خيرا. راتبها لها وتصرف فيه وتدخر منه ما شاءت، وليس لزوجها حق الاعتراض إلا ما سمحت به نفسها، إلا إذا كان زوجها شرط عليها عند عقد الزواج، شرط عليها أن الراتب يكون مشتركا بينهما، وأنها تنفق منه على البيت نظير أن يسمح لها في الخروج والعمل. إذا كان تشارط على هذا عند العقد فإنه يجب الوفاء بالشرط، قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطه. أما إذا لم يكن هناك شرط وإنما هذا شيء تبرعت به لزوجها وطابت به نفسها له فهو خير، ولكن ليس لزوجها فيه استحقاق، وما ادخرته فهو لها. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: الدفن في بعض المقابر لدينا عبارة عن حجرة تحت الأرض، عبارة عن حجرتين تحت الأرض، إحداهما للرجال وأخرى للنساء، وبعضها يدفن فيه الجميع الرجال والنساء، ويدفن أكثر من متوفى، ولا مشهد مرتفع على سطح الأرض، فهل هذه الطريقة تؤذي الميت بدفنه فيها في حالة علمه بأنها ليست الدفنة الشرعية؟ جزاكم الله خيرا. هذا حسب الحاجة والضرورة، فإذا كان ليس هناك محلات واسعة لدفن الأموات كل في قبر مستقل، بل كانت الأرض ضيقة في البلد، وليس هناك طريقة لدفن الأموات إلا هذه الطريقة، أن يجعل في الأرض مخابي أو حجر توضع فيها الجثث أو تدفن فيها الجثث، واستمروا على ذلك، فلا بأس بذلك من أجل الحاجة والضرورة، بشرط أن تحترم جثث الأموات، وأن لا تكسر العظام، وأن توضع الجنائز بنظام لا يضايق بعضها بعضا، ويحسن وضعها وتنظيمه. عند الحاجة لا بأس أن يتخذ قبور جماعية على شكل حجر أو مخابي تحت الأرض إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وكان عادة البلد هو هذا الشيء. ما إذا تيسر أن يكون هناك مدافن في الصحراء ويدفن كل ميت في قبره مستقلا فهذا أحسن، وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله مع أصحابه في البقيع رضي الله تعالى عنهم. كان الميت يدفن وحده في قبر مستقل، إلا لما كان من شهداء أحد، لما كثر القتلى من المسلمين وضعف المسلمون عن حفر القبور لكل ميت، صار صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد من أجل الضرورة. نعم. حلفت زوجة قبل وفاة زوجها بأنها لا تريد منه أي شيء مما يمتلكه إثر موضوع دار بينهما، فهل توزع نصيبها
من الميراث على أولادها أم تأخذ نصيبها في الميراث وعليها كفارة يمين؟ نعم، تأخذ نصيبها من الميراث وعليها كفارة يمين، لأن اليمين لا تحرم الحلال. الحمد لله، هذا حلال أحله الله لها وهو الميراث، فلا تحرمه اليمين، فعليها كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسبة 10 مساكين، فإذا لم تجد فإنها تصوم 3 أيام. نعم. ذكر الزوج لزوجته قبل وفاته بعدم موافقته على زواج ابنته من شخص قريب لهما على خلق ومتدين يود خطبة ابنتيهما، ولما رأى معارضة زوجته في ذلك ذكر لها بأنها سوف يوصي إخوانه بعدم موافقتهم في حالة تقدم هذا الشخص، ولكنه لم يوصهم بذلك، فهل يعتبر ما ذكره الزوج وصية؟ لا بد للزوجة الأم أن تأخذها بعين الاعتبار أم يكتفى بموافقة الابنة لإتمام هذا الزواج، علما بأن الابنة ليس لها علم بهذا الموضوع؟ يرجع فيه إلى رضا البنت وإلى صلاحية الخاطب، فإذا كان الخاطب دينا أمينا يصلح لها ورضيت به فإنها تزوج به، لأن الحق لها، قال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. نعم. الرسالة التالية من عمان وباعثتها مستمعة من هناك تقول حاميم، في إحدى القضايا التي تسأل عنها تقول زوجي مريض نفسيا وهو مصاب بمرض الشك، فهو يشك في تصرفاتي وفي كل شيء، فلا يسمح لي أن أزور أهلي وحتى أخي أو أختي، ولا يسمح لي أن أخرج من المنزل بتاتا، وتستمر لتشرح هذه القضية وترجو منكم التوجيه شيخ صالح جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن مرض الوسواس أنه مرض عضال، ولكن يعالج بذكر الله عز وجل والاستعانة بالله من الشيطان. وما دمت تعلمين أن هذا وسواس فإنك تصبرين على هذا الشيء ولا تحرصي على الخروج من البيت إلا لضرورة أو حاجة ملحة، من أجل أن لا يزيد عليه هذا الأمر أو يتضاعف عليه هذا المرض. عليك بالرفق به ومراعاة حاله وعدم الخروج إلا لضرورة أو حاجة ملحة لا بد منها، أما الخروج الذي لا حاجة إليه فاتركيه. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول عن ذلك الزوج إنه لا يصلي ولا يصوم، وعندما أطلب منه أن يدفع الزكاة من أجلي فإنه يرفض، وأنا لا أعمل وزوجي هو الذي يصرف علي، فهل علي زكاة في هذه الحالة وماذا أفعل؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. المشكلة إذا كان لا يصلي وهو عاقل فإنه لا يصلح بقاؤك معه، لأنه إذا ترك الصلاة متعمدا وأصر على ذلك وهو عاقل فإنه يكون كافرا، والمسلمة لا يجوز لها أن تبقى مع الكافر. أما إذا كان مختل العقل ولم يترك الصلاة متعمدا وإنما بسبب ما أصابه من خلل في عقله فإنه غير مكلف في هذه الحالة، انتظري إلى أن يشفيه الله من هذا المرض. أما قضية الزكاة، إذا كان عندك أموال لك حال عليها الحول فإنك مطالبة بإخراج الزكاة منها، وأما إذا لم يكن عندك أموال لك أنت ليس عليك زكاة، وأموال الزوج الذي هذه حاله لا يخرج الزكاة وليس عنده عقل، ترك الزكاة لأنه غير عاقل مصاب في عقله كما ذكرت، ولا يصلي لأنه غير عاقل، فهذا يكون وليه، يتقدم إلى المحكمة لنصب ولي على أمواله على شؤونه فيخرج الزكاة نيابة عنه من أمواله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من محافظة أسوان المستمع هدى إبراهيم حامد علام من عزبة سليم جودة بعثت برسالة وضمنتها 3 أسئلة. تسأل أولا عن صلاة القيام، هل هي بعد صلاة العشاء مباشرة أم لها ساعة محددة في الليل؟ قيام الليل يكون في كل الليل وقت لصلاة صلاة الليل ولقيام الليل من حين تغرب الشمس، فكل الصلوات التي تصلى
بعد غروب الشمس تكون من صلاة الليل فروضها ونوافلها، ولكن الأفضل من صلاة الليل التي هي النافلة الأفضل أن تكون في آخر الليل قبيل طلوع الفجر، هذا أفضل. وإن صليت في أول الليل أو في وسطه أو في آخره فكل هذا جائز والحمد لله، كله صلاة ليل. ويستحب أن يختم ما تيسر من قيام الليل بالوتر، قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ويكون الوتر في آخر صلاة الليل سواء صلاها في أوله أو في وسطه أو في آخره. نعم. جزاكم الله خيرا. هل لصلاة العصر سنة؟ ليس لها سنة راتبة، ولكن إذا صلى قبلها 4 ركعات فقد وردت في ذلك أحاديث بفضل صلاة 4 قبل العصر، لا على أنها راتبة وإنما على أنها نفل مطلق. هل الدعاء يمنع القضاء؟ الدعاء من القضاء، فالذي أمر بالدعاء هو الله سبحانه وتعالى في قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هو الذي قدر وقضى المقادير سبحانه وتعالى، فالدعاء من قدر الله، هو الذي قدر أن هذا العبد يدعو وأن الله يستجيب له ويصرف عنه السوء أو يستجيب له ويجلب له النفع والخير. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد ماجد بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحد أسئلته يسأل ويقول: ما حكم من يتأثر من مكبرات الصوت الموضوعة في المساجد ويحتجون بأن أصواتها عالية إذا رفع الأئمة أصواتهم بالقراءة وأنها تخيف أبناءهم وتزعج كبارهم ومرضاهم؟ نعم، الواجب في الأمور الاعتدال والوسط، فمكبرات الصوت يجب أن يقتصر صوتها في داخل المسجد لإسماع المأمومين، وأما خروجها خارج المسجد بغير الأذان فهذا يؤذي، أما الأذان فلا بد منه، وأما قراءة القرآن في الصلاة أو في غيرها فيجب أن تكون داخل المسجد لإسماع المأمومين ولئلا تشوش على المجاورين من البيوت والمساجد الأخرى. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول حول الموضوع تقريبا شيخ صالح: في قرية من قرى المملكة يؤذن المؤذن للصلاة ويقيم ثم يغلق مكبر الصوت ولا نسمع القراءة، والحجة هي نفسها التي ذكرت في السؤال الأول، كيف يمكن إقناعهم ورفع هذه الأفكار عنهم؟ الناس بين مفرط ومفرط، بين مفرط في استعمال الميكروفونات حتى يشوش على المساجد التي بجانبه أو حواليه والجيران، وبين مفرط كما جاء في هذا السؤال وهو أنه يغلق الميكروفون فلا يسمع من خلف الإمام قراءة الإمام، هذا تفريط، والواجب الاعتدال، أن يفتح الميكروفون في الصلاة ويكون على قدر ما يسمع المأمومين داخل المسجد صوت الإمام بالقراءة والتكبير والصلاة حتى يقتدوا به. هذه الميكروفونات لا شك أنها من نعمة الله إذا استعملت استعمالا صحيحا، أما إذا استعملت استعمالا سيئا فإنها تكون مشوشة على الناس ومؤذية لا شك. نعم. جزاكم الله خيرا. هل أم زوجة الأب تكشف لأبناء زوج بنتها؟ لا، أم زوجة الأب لا تكشف لأبناء زوج بنتها لأنهم أجانب منها. نعم. جزاكم الله خيرا. كثيرا ما يرد جواب كثيرا من الأسئلة المتعلقة بالصلاة بأن تقضى الصلاة، كيف تقضى الصلاة وقد فات وقتها وفات منها أيام كثيرة؟ نعم، الصلاة إذا خرج وقتها فإنها تقضى ولا يجوز أن تترك، قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فمن فاتته صلاة بسبب نوم أو بسبب نسيان ثم ذكرها في أي وقت فإنه يصليها يبادر بصلاة. ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بعض الأسفار عن صلاة الفجر ولم يستيقظوا إلا بحر الشمس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن ثم صلى راتبة الفجر، ثم أمر المؤذن فأقام، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتقلوا من المكان الذي أدركهم النوم فيه، دل هذا على أنه لا بد من الصلاة ولو خرج وقتها وأنها تصلى، ولا يسمى هذا قضاء لأن هذا هو وقتها حيث لم يذكرها أو لم يستيقظ لها إلا في هذا فهو وقته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا شكت المرأة وهي الآن في سن اليأس، هل جاءتها الدورة في رمضان أو لم تأتها، وهل قضت أو لم تقضي، ماذا عليها أن تفعل؟ إذا غلب على ظنها أنها لم
تقضي أيام الدورة التي أفطرتها في رمضان طلب على ظنها ذلك فإنها تقضي، لأن الأصل عدم القضاء. أما إذا كان المسألة مجرد شكوك وأوهام فإنها لا تؤثر عليها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجمهورية العربية السورية مستمعة رمزت لاسمها بالحروف شين عين، تقول: يوجد عندنا عادة وهي أنه قد يحدث لشخص ما سوء أو قد يرى شخص في المنام بسوء فيقوم أهل ذلك الشخص بالذبح عنه، يقصدون من ذلك افتداء له، هل هذا جائز أو كيف يكون الحكم؟ جزاكم الله خيرا. هذا لا أصل له، والذبح بهذه المناسبة ذبح غير مشروع، والرؤيا قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، وهو أكثر ما تكون الأحلام من الشيطان، فذبح الذبيحة بهذه المناسبة أمر لا يجوز. نعم. علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الأرض دون فراش، فما حكم اتخاذ السجادة للصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ما تيسر، يصلي أحيانا على الأرض بدون فراش وأحيانا يصلي على الفراش، ولم يكن يتكلف صلى الله عليه وسلم غير الحال التي تتيسر له عليه الصلاة والسلام. الصلاة على الأرض لا بأس، والصلاة على الفراش وعلى السجادة كل هذا لا بأس به، والحمد لله والأمر واسع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من محافظة الوجه رسالة بتوقيع إحدى الأخوات، تقول: أم أحمد تسأل وتقول: لقد ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواشمة والمستوشمة، فهل هذه اللعنة شاملة لمن لم تكن تعلم بتحريمه أي لجهلها؟ من لم تكن تعلم بتحريمه فإنها معذورة، تعذر بالجهل، لكن عليها أن تزيل هذا الوشم إذا أمكن إزالة هذا الوشم بأي طريقة متيسرة فإنه يجب ذلك، وإذا لم يمكن فإنه يبقى ولا إثم عليها لأنها جاهلة في وضعه حين ذاك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى: